جلوبال انفايرمنتال بروبلم. اول مشكله كانت مشكله ايه لو تفتكر؟ كانت ايه؟ بس الحرايق. ايوه بس الحرايق وجلوبال. المفروض بقيه الليكشر اللي فاتت كان هناخد الاوزون ديبليشن، بس انا هنأجله المره الجايه وناخد مشكلتين لطاف كده صغيرين اللي هي الاسيد رين. اول مشكله من الصوره كده الاسيد رين، احنا عارفين الاسيد رين اللي هي الامطار الايه؟ الحمضيه. ايه بقى نتيجه ايه الامطار الحمضيه؟ Thank you.
صانع لا انا بقول حاجه طبيعيه ما لهاش علاقه بيه، الانسان مالوش دخل بيه. والبكتيريا لا انا بكتيريا البكتيريا قلت لايك في حاجه مهمه. ليه؟ الفولكانيك ايربشنز او البراكين. معلش انا هنط عليها اللي هي الاسيد دي الناتشرال كوزز اللي هي الفايرز اللي هي اي حرائق بعد كده. البولكانيك ايربشن البكتيريا ديكومبوزيشن واللايتنج اولسو جريتلي انكريز ذا اماونت اوف نيتروجين اوكسايد اون ذا بلانت. ومع ذلك النسبه دي لا تمثل ايه؟ شيء جو الحريق يعني ايه؟ فصل بيقول ذا جايجانتيك اكسبلوجن اوف ماونت سان فيليب اللي هو اكبر بركان موجود ريليز اونلي اباوت وات وان كول باور اميتس ذا باور بلانت اميتس ان اي بركان الشديد اكبر بركان موجود صح؟ الاميشنز بتاعته لا تمثل غير ايه؟ محطه واحده شغاله ايه؟ لسنه بس. طيب قلنا بتعمل ايه؟ الاسيد ريز دي قلنا بتحصل ازاي؟ الاسيد ريز اسبوز باي ذا فيري فوسيل فيولز قلنا بيتصاعد السلفر دايوكسيد والنيتروجين اوكسايد ويتحد مع الووتر فيبر الموجود في الجو بعد كده بتنزل الايه؟ الاسيد ريز. وقلنا حكايه الباور بلانت. هو في بروسس احنا بنعالج قبل العمليه بنعمل وقائي مش بنعمل علاج انت وضع مركزي احنا عندك حضرتك يا اما من الاول ان انت تغير نوع المفروض اللي انت بتستخدمه. لو ما عرفتش نعمل ايه؟ ان العمليه دي عمليه ايه؟ مكلفه. في حل وسط ان انت بتستخدم كول بلو سلفر كونتنت محتوى السلفر فيه ايه؟ قليل. او ان انت بتعالج ان انت بتغسل الفحم ده عشان تسيب بعمليات معينه عشان تشيل ايه؟ محتوى السلفر. الحاجات بقى اللي ايه؟ اللي مش هعرف اعملها انا هركب فلترز قبل ما ايه على المصانع دي اضعف بقى الناس ان انا ابتدي اركب فلترز احجز السلفر دايوكسيد في المكنه. لا خلاص الجو تعمله وقلنا برضو ده الاوتوموبيل فيها تاثير على النيتروجين اوكسايد. وقلنا ان مع زياده عدد السيارات بتزيد طبعا معاها الايه؟ فرصه حدوث الاسيد ريز. وان العربيات الانبعاثات اللي جايه من العربيات تقريبا بتطلع نص الاوتوموبيلز بروديوس اباوت هاف اوف ذا وورلد نيتروجين اوكسايد نص كميه النيتروجين اوكسايد الموجوده في الايه؟ في العالم. طيب ايه تاثيرات الاسيد ريز بقى؟ ليها خمس تاثيرات. اول تاثير احنا اتكلمنا عنه شويه قلنا في تاثير على البيئه. لو نزلت على ارض زراعيه بتدمر ايه؟ بتدمر الارض بتدمر كمان ليها دايركت دامج بقى للايه؟ للنبات نفسه لايه؟ للدرجه. لو نزلت على مسطحات مائيه برضه ليها تاثير على الايه؟ الحياه المائيه سواء كانت اسماك او سواء كانت نباتات. يبقى اسيد رين انكريز الاسيدتي ليفلز اوف ريفرز ليكس اند سيز. Low pH of water reservoirs causes damage to fish and other aquatic animals. So acid rain can kill aquatic life. يبقى تأثيرها في الآخر إنها can kill aquatic life أو الحياة المائية. Acid rain increases the acidity levels of soil by leaching and killing of useful microbes which are unable to tolerate low pH. لما بتنزل على التربة بتقتل البكتيريا النافعة اللي ما تقدرش تستحمل اللو فاليوز بتاعت البي اتش. وهارم از كوز تو بلانتس فور دايركت دامج از ويل از ديبليشن اوف نيوترونز ان ذا سويل. يعني ليها تاثير مباشر على الفلانتس وكمان ليها تاثير يعني في الضيق الايه؟ المغذيات الموجوده في التربه ايه؟ بتقل. سو اسيد رين كان كيل فيجيتيشن. فيجيتيشن اللي هي ايه؟ اللي هي المحاصيل. طيب ده كان الايه؟ الانفايرمنتال ايه؟ طب ليها كمان تاثيرات سياسيه اللي هي بوليتيكال افكتس. تفتكروا ايه تاثيراتها السياسيه؟ احنا مصنفين الاسيد ريز دي انها جلوبال. اللي فات كان اسمه ايه؟ انفايرمنت. اه اللي هي يعني هتتكون دوله واحده بيحصل دوله ثانيه. صح بالظبط كده. هي دي البوليتيكال افكتس. انها اساسا ممكن تكون مصدر الاميشنز دي للدوله لكن مع حركه الريف الاسيد ريز وقعت فين؟ على دول مجاورة. وهتلاقي عادة الديفلوبينج كونتريز اللي هي الدول النامية ما بيبقاش عندها قيود على ايه؟
بتتاثر بالايه؟ بالاسيد اليوريك. فبتعمل مشاكل في الحيوانات. التصعيدات اللي حصلت يعني. التصعيدات دي انها تكبرها يا اما بتبقى بعد كده بتدفع غرامات ماليه يا اما بتكبرها انها تعمل قوانين وقيود على الاميشنز بتاعتها ليها فيها مشاكل يعني بيعملوا تسريبات في بلو. اسيد لين از اوورد وايد بروبلم از ات كان بارتيسيبيت اكروس بارتيسيبيت اكروس ذا انترناشونال بوندريز كوايت اواي فروم ذا سورس اوف كاز. يعني تعدي الحدود الدوليه بعيد عن المصدر الانبعاثات دي. This causes conflict among the nations with developed countries demanding stricter emissions norms whereas the developing nations cannot afford economically and technology wise. لان القيود دي بتتطلب ايه؟ لازم فلوس او امكانيات ماليه علشان اقدر ايه احد من الانبعاثات بتاعه السلفر ده. طب يا دكتور حصل في 2018 في تسريب في بتاع ده اثر على الناس على الدوله الاسيويه كتير ومفيش ما سمعناش عن تعويضات او حاجه زي كده. الحكومه مش مسؤوله عن المنطقه يعني دي حادثه عالميه يعني ايوه برضه السعوديه برضه على فكره برضه حادثه عالميه. لا بس حادثه انت ليك دخل ليها مش حاجه طبيعيه. طيب ماشي سهل حاجه طبيعيه في المنطقه. لا انا بقولها الاسيد ريتس. طيب ايش الاسيد ريتس اللي اتكون؟ انا ما اعرفش صراحه بس هو اكيد لا اكيد كان في عوضات اكيد في حاجه بس مش معقوله التسريبات دي وامريكا اللي جنبيها لكن ما يبقاش هيبقى في اي في اي تعويضات. دي فشل يا جماعه استفاده. الانفكت الثانيه زي ما قلنا انها ليها تاثيرات على الاقتصاد او الايكونوميك افكتس. الاقتصاد ده ممكن يكون في صوره المحاصيل اللي هيحصل لها ضرر او خساره نتيجه وقوع الاسيد رينز عليها او منشات هفقدها منشات حيويه منشات اثريه تبتدي تتاثر بالايه؟ يحصل لها تاكل نتيجه الايه؟ الاسيد رينز. ذا دامج تو ذا كروبس اللي هي المحاصيل اند فيرتيليتي اوف ذا سويل اللي هي خصوبه التربه ادفيرسلي امباكت اوف ذا ايكونومي اوف ذا افكتد ريجن. Acid rain also spoils construction material damaging المواد البناء زي الاسمنت والاسيد لايك بيلدينج اند بريدجز. واسيد رين كان يرود بيلدينج تعمل تاكل للبيلدينج والمونومنتس اللي هي الاثار خاصه لو كانت الاثار دي معموله من اللايمستون او حاجه للجيري. Recently important Asian buildings have been destroyed by dry acid rains in Asia. يبقى اول حاجه الانفيرمنتال بوليتيكال والايكونوميكال. رابع حاجه السوشيال افكت. السوشيال افكت دي علاقه بقى بالشغل والفود سبلاي اللي هي النقص الغذائي نتيجه تدمير محاصيل وما يليها بقى من ظروف معيشيه صعبه وارتفاع معدلات الجريمه وكلام دي اللي هي التاثيرات الاجتماعيه. الفيزيبيليتي افكت اللي هي المشاكل في الايه؟ في الرؤيه نتيجه حاجه بنسميها فوتوكيميكال سموك ودي بتبقى نتيجه انبعاثات الصوت في النطق والفولاتايل اورجانيك كومباوندز. وزي ما مش عارفه الصوره دي واضحه ولا مش واضحه مش فين الصوره دي؟ يعني عمرو انت المفروض تبقى برج القاهره في مصر. هي معلش عشان الإدارة هنا مش قوية. على بص هو والله برج القاهرة. خلاص فهي ليها خمس تأثيرات انفيرمنتال بوليتيكال ايكونوميك سوشيال وفيزيبيليتي ايه؟ افكتس. طيب هنعمل ايه؟ حل. ايه؟ نايتريك اسيد. اه يعني لو نتيجه النقصه تبقى نايتريك اسيد. طيب دي مش بتبقى احتياجات الاوراق الزراعيه. ده حمض. حمض خلاص. طيب السولوشن زي ما احنا قلنا كان الباشمهندس سبق وقلنا الاندستري كان ريديوس اسيد رين كريشن باي يوزنج كول ويز ا لور سلفر كونتنت. ان انا اساسا بستخدم بعض ليه محتوى صلفر قليل. They can remove the sulfur from smoke the plants release and then about filter على المدافن بتاعت المصانع او الكارخانات. And they can limit processes known to generate high levels of acid rain زي
ان انا اقلل من العمليات اللي معروف انها بتطلع ايه؟ نوكس او فوكس كتير. الناس بتوع البيئه ادفوكيتي بيوصوا من الانستوليشن اوف سلفر كليننج سكرابرز ان فاكتريز اللي هي معدات بتعمل ايه؟ بتعمل كليننج للسكرابرز دوت جوه المصانع، غسيل موشن سلفر او كول ان فايند نيو ميثودز اوف بيرنينج كول. وشوفوا وسائل جديده ليه؟ لحريق الكول دوت الفحم. والاوبريتورز او الناس اللي قائمه على تشغيل محطات الطاقه بيحاولوا ان هم يشوفوا اقل الطرق تكلفه علشان حل ايه المشكله دي. طيب السايز بيفيد ازاي في حل مشكله الاسيد ريز؟ دي من الحلول برضه اللي احنا لسه قايلينها، ريديوسنج اير بولوشن باي انكريزنج انرجي افشنسي، ان انا ازود كفاءه استخدام الطاقه وبالتالي اقلل من الانبعاثات اللي خارجه. يوزنج ناتشرال جاز، ان انا بدل ما الاويل والكول احاول ابدلهم بالناتشرال جاز لان هو تاثيره اقل منهم. او ريموفنج صلب سلفر فروم بترول اند ديزل بيفور يوز، او ان انا اشيل يا باشمهندس السلفر. او ريموفنج سلفر دايكسايد ونيتروجين اوكسايد from the gases emissions from industrial plants. برضه نشيل النقص من عوادم السيارات. وبيقول ان ممكن الكيمياء تفيدنا لو حصل acidification لاي بحيره او اي مجرى مائي، اعمل ايه؟ تعدل. عندي ميه بقى القابليه بتاعتها عاليه، ابتدي اعمل فيها ايه عشان تعدلها؟ ماده فضويه. فبنرمي ايه؟ لو بعض البحيرات ممكن يرموا اكبر حاجه بتعمل ايميشن للسلفر اوكسايد. السلفر اوكسايد اللي هي الباور بلانت.
فاليري فورست ترجمتها هي ايه؟ الريد فورست ليها ترجمه هي ايه؟ الغابات المطيره اللي هو الحمام اللي حوالين ايه؟ الغابات الاستوائيه وبيسموها الغابات الايه؟ الاستوائيه. طيب الاستراكشر اوف ريد فورست اللي هي تسمير الغابات المطيره. طب ايه تعريف الريد فورست؟ ايه الخصائص بتاعتها؟ ايه اللي تميزها عن الغابات العاديه؟ اشجار طويله. اشجار طويله جدا. حاجة مهمة كده يا دكتور، مش هنسيب الامتحان فاينل
ليها اكسجين وثلج بص كربون اكسايد ليها دور في الاتزان البيئي لانها تعتبر الرئه بتاعت الارض انها بتنقي جو الايه؟ الكربون دايوكسيد. ايه تاني؟ نظام بي انت كده عايز تقول نتيجه ان الغابات دي عاليه والمطر شديد المفروض انها بتحمي ايه؟ خصوبه التربه والنيوتريز اللي موجوده في التربه. بس لو المطر لو التربه دي كانت مكشوفه هيحصل بوش او النيوتريز اللي موجوده في التربه كلها فهتبتدي التربه دي تبقى تربه ايه؟ صعبه. فبالتالي انها بتحمي من الجفاف وما بتحمي من الفلوس او ال بتأثر على الكائنات اللي عايشه هناك. طب احنا هنفهم لان الكائنات دي تهمني لانها مصدر مهم جدا لبعض سن الادويه. الميديسنز بتبقى فيها نباتات نادره وحيوانات نادره بتبقى مصدر للايه؟ لكثير من الادويه. فهنلاقي انها بروفايد ا هوم تو ميني بلانتس اند انيمالز هيلب ستابيلايز ذا وورلد كلايمت بروتكت اجينست فلود ودراوت وايروجن a source for medicines and food, who support tribal people اللي هم الناس الايه؟ الناس الرحاله اللي ما عندهمش مأوى بتبقى مأوى ليهم. واخر حاجه بقى انت ممكن تروح تزورها interesting place to visit بتنوع الكائنات الايه الموجوده فيها. طيب ايه اسباب تدمير الغابات دي؟ ليه الناس بتدمر الغابات دي؟ عشان اهم حاجه الايه؟ اللوجي بيقطعوا الاخشاب علشان one of the main causes of it is logging for timber. انا بقطع الغابات دي عشان احصل على الخشب. millions of hectares are cut down every year often illegally او غير قانوني بطرق غير قانونيه. the most valuable wood is taken and not replaced. الخشب ده بيتاخد ما بقدرش ايه؟ اعوضه. في حد تاني قال حاجه غير الخشب؟ الزراعه. الزراعه دي حاجه ثانيه. بس قبل الزراعه في المايننج. المايننج هي ايه؟ تعديل. بيبتدوا يستكشفوا المناطق دي. المناطق دي بتبقى غنيه بالمينرالز والمعادن وخاصه بالايه؟ الذهب. مايننج كومبانيز از ريسبونسبل فور ماتش ديفورستيشن. They cut down trees to extract gold and other minerals. their activity كمان causes pollution او بتساعد في التلوث. الاذر causes زي باشمهندس قال الاجريكلتشر فور بوث سمول اند لارج بارت ان الناس بتشيلها عشان تزرع مكانها. land for poor farmers who don't have a square to live. بعض المزارعين الفقراء اللي ما عندهمش اماكن بيعيشوا في الغابات دي بيشيلوا الخشب عشان يزرعوا الارض ويعملوا grazing land for cattle اللي هو ايه؟ مرعى للنشاه بتاعتهم. وفي بعض الدول بيشيلوا الغابات دي عشان يبتدوا يعملوا ايه؟ شبكه طرق اللي هو road construction. solution بقى لا هي مالهاش solution هي الكوز او الفيكس بتاعتها ايه بقى؟ الفيكس ان انا هفقد تنوع كبير في الايه؟ في الكائنات الحيه اللي موجوده في الايه؟ في الغابات دي. A tragic effect of the loss of the rainforest is the extinction of plants and animals بتاع نباتات and animals that could provide us with food, medicine or valuable goods. منتجات قيمة. Thousands of species يعني آلاف الفصائل تسافر each year. This leads to a poorer world with less biodiversity يعني عالم فقير في التنوع الايه؟ تنوع الكائنات الحية اللي عايشة. ده أول إفكت إن أنا هفضل كائنات حية كتير مصدر للغذاء ومصدر لإيه؟ الأدوية. تاني حاجة one surprising result of the destruction of the rainforest is that soil and nutrients are washed away. الناس أساسا دي كانت بتشيل ممكن الناس بتشيل الغابات دي عشان تزرع مكانها. لكن بعد كده بيتفاجئوا بإيه؟ إن الأمطار الكتيرة اللي نازلة بتخلي إيه؟ بتقلل من خصوبة الإيه؟ التربة. فبالتالي بيبتدوا يموف لحتة تانية وعمالين إيه؟ هما ماشيين بيدمروا في إيه؟ في مساحات أكبر. When the trees are cut down, the soil is exposed to the heavy rain and quickly becomes infertile and useless. تبقى عدم الخصوبة بتاعتها قليلة وعدم الجدوى. The forest cannot grow again. تاني مفيش غابات هتنمو بعد كده. And the people who use the land have to move on. أهم إفكت إنها بتساعد على الإيه؟ على الجلوبال وورمينج. One of the most
الدايوكسيد اكس از ذا بلانكت ده اللي احنا كنا شرحناه في الجلوبال وورمنج تراكنج ذا سانز اند هيت اند وورمنج ذا بلانت نزود الكربون and this can have huge consequences for the world's climate. حتى كان فاكر بقى التداعيات او الكوز بتاعت الجلوبال وورمنج ليها تاثير على ايه؟ انصهار الجليد في المناطق الكبيره وبالتالي غرق شواطئ كتير وبلاد كتير وايه تاني؟ اكستريم ويزر ايه؟ اكستريم ويزر الاكستريم ويزر وايه تاني؟ وبالك جليد برضه نتيجه انها حيوانات